نجم الوفد الجديد من صفوف فريق نادي موناكو، وبجواره يلعب كل من رودري وساول وكذلك كوكي، بالاضافه لوجود جريزمان ودييجو كوستا. هنا طبعا في هذه اللقطه دييجو سيميوني لن يكون في دكه البدلاء، الموجود النهارده هو جيرمان بورغوس. امامنا حوار ما بين لوبوتيجي وما بين جيرمان بورغوس المعاون لدييجو سيميوني طبعا، اللي كان تعرض للايقاف في الدوري الاوروبي في الموسم طبعا اللي حسموه بالفوز باللقب كان على مارسيليا بثلاثيه نظيفه في المباراه النهائيه. سجل جريزمان هدفين وسجل جابي ابرز الرحالين للسد القطري، كان سجل في تلك المباراه، في حين فريق نادي اتلتيكو مدريد بطل كان للدوري الاوروبي طبعا بعد فوز في هذه المباراه. ادي انطلاقه هنا دييجو كوستا ويمر وعدى فرصه الهدف الاول، الهدف الاول، الهدف الاول هنا في هذه اللقطة بعد 50 ثانية. دييجو كوستا ينطلق يراوغ فاران ويسدد أمامنا هنا الدولي الإسباني صاحب الأصول البرازيلية. إذا الهدف الأسرع في تاريخ التمرير والانطلاق عن طريق جاريس بيل أحد الحلول، جاريس بيل، ولكن هناك على طول حكم اللقاء أمامنا الحكم البولندي صاحب ال 37 عام واللي أدار في أمم أوروبا 2016 كالوراتيلي. على طول ارتقاء، مرة ثانية تخلص الكرة من راموس، ولكن في تدخل قوي في عنف في اللقطة الماضية. ادي الحكم على بوتيجي، تمريرة حلوة قوي من ايسكو وادي انطلاقة، لكن على طول تغطية رائعة المرة. طبعا 450 هدف في 438 مباراة، لكن خلاص ريال مدريد يطوي صفحة رونالدو كما طوى من قبل صفحة دي ستيفانو وخنتو وبوشكاش وراؤول و17 اشبيليا اللي كان طرف في 2014 و15 امام الريال في 2014 2016 وامام برشلونه في 2015، ثم مواجهه العام الماضي يمكن اللي كانت شهدت وتحقيق بطولات والتعادل هنا في اللقطه الماضيه، ولكن على طول لها في 31 لقاء في مرمى اتلتيكو التعادل هنا. يضيع كره بتمر هنا، كره اللي عملها مارسيلو، ولكن امامنا عدت من اللاعب اسينسيو ولم يكن متواجد في اللقطه الماضيه كريم بنزيما. كره وفرصه اولى هنا ضائعه، عرضية مارسيلو أقرب الكرات للتسجيل، وأوبلاك الحارس المتعلق الحقيقة يعني أوبلاك واحد من حراس المرمى المميزين. حارس أمامنا هنا الضغط من جانب أتلتيكو، الضغط على المساحات اللي فيها كورة، أتلتيكو مدريد من الفرق اللي بتضغط على المساحات اللي فيها كورة. يعني لوكاس وجريزمان عودة للتدريبات يوم الاثنين، عدى حلو قوي مارسيلو اللي عمل الكرة الجميلة لأسينسيو، ممكن التعادل في هذه الغزوات هذه الهجمات، لكن المرة دي قاطع على طول ستيفان سافيتش. دييجو كوستا شوف نازل فين دييجو كوستا، المواجهة تصدي رائع كان من أوبلاك لكرة أسينسيو، ولد بالقدم بالقدم اليمنى مارسيلو، بالقدم اليمنى مارسيلو. لوبوتيجي شوف المرحلة والعهد الجديد، لوبوتيجي طبعا زيدان تولى خلف وانطلاقه هنا، وممكن كرة التعادل. هذه يا راسية يا ولد يا ولد، كرة التعادل، كرة التعادل، التحرك الرائع الرائع من جاريس بيل، التمريرة وكريم بنزيما الراسية في مرمى أوبلاك عشان تبقى النتيجة 1-1. هدف جميل من كريم بنزيما. وامامنا هنا انطلاقه اسينسيو، ممكن اسينسيو المره دي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اللمه بالشمال وتسديده باليمين امامنا هنا من ماركو اسينسيو في هذه اللقطه. شوف المساحه هنا في هذه اللقطه، كوان فران عمل مسانده هجوميه، لاعب لومار لم يدعم دفاعه في اللقطه الماضيه، الضغط لم يطول الى كارفاخال، كارفاخال الى كاسيميرو، كاسيميرو يلعب العرضيه، لكن على طول ياكل الحكم البولندي هجمه سريعه، ودي جريزمان، وامامنا هنا التدخل مع دييجو كوستا، ويبدو هناك انذار، انذار في هذه اللقطه. بص الهجمه السريعه، بص جريزمان، بص المهاره، بص. وامامنا هنا الانطلاقه، وادي المحاوله هنا، اتلتيكو مدريد يتعرض لضغوط كبيره هنا في هذه اللقطه. البدلاء النهارده موجودين كاسيا ولونين حارس الاوكراني في ريال مدريد، ناتشو، مودريتش، لوكاس فاسكيز، يورنتي، مايورال. ركنيه هنا من جانب اللاعب كوكي، ادي الكرات العاليه، جودين راسيه، جاريس بيل، جاريس بيل يسدد، جاريس بيل كرة مفاجأة من دقيقة، انطلاقة هنا من جانب خوان فران إلى كوكي، الكرة العرضية، ناشئين في الهند 2017، ركنية هنا، ركنية ثالثة، مرمى أوبلاك في الدفاع، خوان فران وجودين وسافيتش وكذلك أيضا لوكاس. أدي جريزمان تمريرة وتسديدة أمامنا هنا، جريزمان اللي ستلعب أمامنا هو، أدي رافائيل فاران ومساج جريزمان ولوكاس
جريزمان عمل كرة حلوة قوي. ديجو كوستا تحرك في المساحات، كوستا وكارفاخال، وفي جيدنسك أيضا هيكون في بولندا على طول استلام. ادي حكم اللقاء الحكم مارشينياك 37 عام حكم الكرة. ادي جريزمان وجودين والكرة العالية، لكن على طول يطلع يسجل ايضا في مرمى لوكوموتيف. جاريس بيل في انطلاقة عادتيني، اخوان فرام من الجنب اليمين، الكرات العالية ديجو كوستا، لكن على طول على نادي فيرونتينا وانضمام ب 10 مليون في 2015. جاريس بيل انطلاقة هنا في هذه اللقطة، لكن دون خطأ، انطلاقة دون خطأ. هذه الكرة الركنية هنا لصالح النادي الملكي، صراع بنزيما المطالبة بلمسة يده هنا في هذه اللقطة. حكم اللقاء يدي مارشينياك، يدي القرار شيمون مارشينياك، يدي فرمان ويدي أمامنا هنا ركلة الجزاء في هذه اللقطة ولمسة اليد والإنزاع. أوبلاك راموس اللي دائما بيسجل ويسجل، يسجل راموس هنا من ركلة الجزاء اللي اكتسبها حكم اللقاء الدقيقة 63 على اخوان فران في ركلة ركنية، والتقدم هنا للنادي الملكي في هذه اللقطة. قلت لحضراتكم ان يعني راموس ده خامس هدف على فكرة لي في الكروك، هدف جميل قوي كان هدف ديجو كوستا. ادي امامنا راموس وكوستا في المواجهة اللي بين الاثنين، ادي امامنا ديجو كوستا خد انذار في ركلة الجزاء احتجاجا على حكم اللقاء مارشينياك، وهنا امامنا هو الحوار ما بين كوستا وراموس، معروف طبعا بالقوة والالتحامات. امامنا هنا نجم السابق، مباراة كبيرة لكن تمريرة مقطوعة، مودريتش امامنا الى كريم بنزيما ولد، ولكن على مرتين يا لوبلاك بنزيما، لوبتيجي امامنا الرهان تحدث عنه النجوم الحقيقة. ادي كوك الكرات العالية دائما وابدا في اتجاه جودين، الدفاع ترتد لمودريتش، مودريتش ولد لمة حلوة قوي، ولكن فين بقى، فين يا مودريتش؟ كرة اللي امامنا هنا كان سجل هدف جميل جدا حقيقة في مرمى الارجنتين. شوف امامنا كرة فاران، ادي النادي الملكي فرصتين في دقيقة العالم، ظهور قوي ووصول الى المركز الثالث. امامنا العرضية الخطيرة من اللقطات الماضية، امامنا هنا استلام على طول ودخول فيتولو، مرة ثانية التحرك ريال مدريد الهجمة المرتدة، الاستلام على طول يا هنا اخوان فران يلعب بالعرض، انخيل كوريا العدل، التعادل هنا من جانب ديجو كوستا في الدقيقة 79. شوف انخيل كوريا كيف مر، لكن الضغط في اللقطة الماضية من اخوان فران اللي نجح الحقيقة في استخلاص كورة، انخيل كوريا يصنع ودييجو كوستا يسجل هنا في هذا اللقاء. كاسيميرو طبعا بعد ما غادر مع ثنائي الدفاعي في قلب الدفاع فاران وايضا راموس. تمرين حتى الان في هذا اللقاء اللي صعب تتوقع من اثنين تندى رغم الفارق في الالقاب والبطولات، يعني في الدوري اتلتيكو مدريد 10 بطولات مقابل 33 لنادي الديربي القوي في هذه المباراه القويه. كوريا الى ديجو كوستا اللي يسجل هاتريك، عدى لكن اتاخر، هدف قاتل، وادي كره مارسيلو، لو جات يا مارسيلو، لكن هي النهايه، هجمه حلوه قوي من جاريس بيل لمارسيلو، ينتهي معها الشوط الثاني من اللقاء. الوصول الى الوقت الاضافي، فاسكيز البديل، هل يسجل لوكاس فاسكيز حضوره في هذه المباراه؟ ولكن على طول يطلع، لكن على طول جودين دائما وابدا سواء من امام جودين، ترجع كوره كارفاخال، يا ولد من امامنا كارفاخال في اللقطه الماضيه. ادي راموس خلصها حلوه قوي، وادي توماس بارتي يلعب العرضيه والتسديده، يا ولد على الهدف الرائع هنا في هذه اللقطه. ساول يسجل الهدف القاتل في هذه اللقطه، لكن ضغط حلو قوي توماس بارتي سيميوني هنا في هذه اللقطه، والمعدل اللياقي الاعلى لدى اتلتيكو مدريد، الضغط يولد الاخطاء، ولو بتيجي هنا في هذه اللقطه الصعبه ريال مدريد هذه الاخطاء وتمنها بهدف رابع، يا ولد الهدف الرابع سيميوني هنا في هذه اللقطه، وهجمه حلوه قوي، والمرة دي يسجل اللاعب أمامنا هنا، اللاعب اللي سجل في هذه اللقطة الهدف الرابع، الهدف للاعب كوكي أمامنا هنا في هذه اللقطة. حلوة المباراة، ولكن كوكي خلاص أطلق رصاصة الرعب. كوكي وفرحة سيميوني بالتقدم 4-2 هنا في هذا اللقاء، وفرحة الانتصار. إنذار لفيتولو فيتولو يتلقى الإنذار. ادي فيتولو 13 مباراة دولية 4 أهداف، واحد من اللاعبين